نام خدا. بسم الله. به نام ایران و به نام بسم ایران و بسم الحريه. به نام 120 هزار بسم 120 الف نجم ساطع. مشاعل الشرف والكرامه الانسانيه در برابر بوجه الاستبداد الديني. به نام همه بینام و نشانهای پر افتخار و بسم جميع المجهولين الأباء آنها که جان فدا کردند الذين ضحوا بأرواحهم لكي يعيش الآخرون أحرارا و ایران در تاریخ ولكي تظل سماء ایران في أحلق حقب تاريخها مليئة بالنجوم والكواكب وتبقى ایران شامخة وتصرخ ليسقط نظام ولاية الفقيه. منتخبان ملت‌های جهان يا منتخبي شعوب العالم أيها السادة الكرام أيها المواطنون الأعزاء هنا وفي كافة أرجاء إيران أشكركم جميعا على انضمامكم إلى هذا الملتقى. جئنا إلى هنا لإيصال صوت ورسالة أصحاب إيران الحقيقيين أي الشعب الإيراني إلى أسماع العالم في ضوضاء وصخب لا نهاية لهما حول المشروع النووي المشؤوم وثلاثة حروب ضد الإنسانية تشهدها المنطقة. هناك من يتحدث باسم إيران لكنهم يعتبرون أعداء إيران والإيرانيين. الواقع أن الشعب الإيراني لا يريد السلاح النووي ولا التدخل في العراق ولا في سوريا واليمن ولا الاستبداد والتعذيب والتنكيل. الشعب الإيراني يمثله عشرات الملايين من المعلمين وطلاب الجامعات والممرضين والعمال الذي طفح بهم الكيل ويطالبون بالحرية والديمقراطية وبالشغل والمعاش. خطابهم هو أولا قد وصل نظام ولاية الفقيه إلى نهايته. ثانيا هناك حل وحيد لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران وللمأزق النووي ولأزمات المنطقة ولمحاربة جماعة داعش والإرهاب. يتمثل هذا الحل في إسقاط خليفة التطرف والإرهاب الحاكم في إيران. انظروا إلى إيران المنتفضة اليوم التي هي ملتهبة وهائجة رغم حوالي 1800 حالة إعدام تحت رئاسة الملا روحاني. ها هي انتفاضة مدينة مهداب ومظاهرات مدن سنندج وسردشت وسقز وميروان التي تعكس شجاعة وحالة عصيان الأكراد الإيرانيين بوجه الجريمة والتعسف. وسلسلة مظاهرات المدرسين في جميع المحافظات تعكس صوت شريحة واسعة من الشعب تم تجاهلها وها هم ينتفضون من أجل حقوقهم في العيش والحرية. إضرابات العمال بشكل يومي واعتصاماتهم تعكس العوائل التي تعاني من الجوع. عشرات الحالات من الموجات المسلحة بين الشباب من أبناء البلوش والكرد والعرب وبين النظام تعكس مشاعر غضب شعب مكبل أغلق عليه جميع طرق الاحتياج. مئات المرات من الإضراب عن الطعام الذي أقدم عليه السجناء السياسيون واحتجاجاتهم انعكاس لصمود أبناء شعب مستعد لإلحاق الهزيمة بالملال حتى في غرف التعذيب. تحسن مادران زندانيان إدامي واعتصام أمهات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام واحتجاج الدراويش على الطريقة الكونة بادية وأهل الحق والسنة. النار التي التهمت جسم الباعة المتجولين كل ذلك ينبع عن الجبال البركانية الجاهزة للفوران.
نگاه کنید امروز کدام ایرانی هست؟ وإذا نظرنا نرى أنه ليس هناك أي إيراني غير معارض للنظام، وليس هناك أي إيراني لا يطالب بالتغيير. 15 مليون مواطن يعيشون في الضواحي وفي حارات مكونة من بيوت الصفيح، وهؤلاء يحترقون فقراً وحرماناً. هناك شباب تتراوح أعدادهم بين 10 و15 مليون شاب لا يجدون فرصة شغلية، وهناك ملايين العوائل التي انحنت ظهورها تحت وطأة الغلاء الفاحش، يعانون من ألم مشترك، كلهم يطالبون بتغيير عظيم. إذن أخاطبكم أنتم يا أبناء بلدي الأعزاء في عموم إيران، إن مقاومتكم ونضالكم وتضامنكم أقوى من أي قدرة كانت. أقيموا بصمودكم وتحديكم بوجه هذا النظام. 1000 نقطة عصيان في إيران، أي إقامة 1000 أشرف. هذا هو الوقت الذي من شأنه أن تتحول احتجاجاتكم واعتراضاتكم إلى انتفاضات موسعة، عندئذ يجعل جيش الانتفاضة وجيش التحرير عيون العالم تقر بيوم تحرير إيران. حضار محترم دوستان عزيز، أيها الحفل الكريم، الأصدقاء الأعزاء، إن المشروع النووي الذي كان أحد دعائم السلطة في نظام ولاية الفقيه خلال ربع قرن مضى أصبح اليوم أسباب الضعف والمآزق في النظام. السؤال المطروح الآن هو، في الوقت الذي كان ولي الفقيه على مقربة من الحصول على إمكانية صنع القنبلة بمدة 3 أشهر، فماذا حدث؟ إنه رضخ أمام اتفاقية جنيف. الجواب واضح، لأنه خاف من إعادة اندلاع الانتفاضات، لأن الاستراتيجية النووية قد وصلت إلى نهايتها. إنه وكما صرح وزير خارجية النظام نفسه، قد تم استنفاذ المكونات الاستراتيجية لنظام الملالي، وبالنتيجة أصيب النظام بعدم الاستقرار السياسي من خلال اتفاقية جنيف، وبمزيد من الزعزعة ببيان لوزان. ولم يستطع خامنئي حتى أن يخطو على خطى خوميني الدجال في تجرع الأخير كأس سم وقف إطلاق النار ليوافق بالمرة على الاتفاق النهائي في لوزان، وكلامه هو أنه لا يعارض ولا يوافق، وهذا معناه أن نظام ولاية الفقيه يعيش في مأزق. أما بخصوص الاتفاق النهائي فالواقع هو، سواء يوقع عليه أم لا يوقع، ففي كل الأحوال محاصر في دوامة أزمة السقوط. الحكومات الغربية خاصة الولايات المتحدة خرقت مع الأسف قرارات مجلس الأمن الدولي ومنحت تنازلات كبيرة، وهذا قد جعلت النظام قريبا بالقنبلة النووية. لذا أنوه الدول الغربية بأنه أي اتفاق لا يزيل بساط صناعة القنبلة لدى النظام فهو مرفوض من قبل الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. لذلك نقول إنه يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشكل تام وكامل. يجب وقف تخصيب اليورانيوم، ويجب تفتيش جميع المواقع النووية العسكرية منها وغيرها، ويجب مساءلة هذا النظام بشأن الأبعاد العسكرية لمشاريعه النووية والعلماء النوويين. أغيان.
أيها السادة، إذا كنتم لا تريدون أن يتسلح نظام ولاية الفقيه بالقنبلة النووية فأوقفوا المساومة معه، ولا تتساوموا معه بشأن حقوق الإنسان للشعب الإيراني، واعترفوا بمقاومة هذا الشعب من أجل الحرية. أيها السادة، إنكم في خطأ كبير إذا كنتم تظنون أنه ليس هناك حل، بينما هنالك حل واضح لمشروع الملالي النووي، وهناك تغيير النظام على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. شك إنه مثلما قال قائد المقاومة مسعود رجوي، إن مقاومة هذا النظام هي واجبنا وحقنا المؤكد. كنا معه في حرب وما زلنا، سواء يقوم بتخصيب اليورانيوم أم يكف عن ذلك مع القنبلة النووية أو بدونها، فإن المعركة والمقاومة من أجل الحرية هي حق الشعب الإيراني المؤكد مهما كان الوضع. أيها الأصدقاء الأعزاء، أيها الحضور المحترمون، إن الظروف المتأزمة التي يعيشها النظام تنعكس في إخفاقات وأخطاء خامنئي وفي تنزيل مكانته. لقد فشل خامنئي في توحيد أركان نظامه وقبوله لمجيء الملا روحاني إلى الرئاسة. خير مثال على هذا الفشل، ولكن هذا الفشل في المقام الأول ليس ناتجاً عن العقوبات الدولية، كما أنه لم يكن نتيجة الأزمة الاقتصادية، ولكن السبب الأهم كان مقاومتكم وانتفاضاتكم أنتم الشعب الإيراني. وبات اليوم ولي الفقيه ورئيس جمهورية النظام يشهران السيف بوجه بعضهما البعض، والصراع بين الذئاب هذا يمثل الحلقة النهائية لمثل هذه الصراعات. وها هو رفسنجاني يدعو بملء فمه إلى تكوين شورى لولاية الفقيه، وفي مجلس خبراء كنهوت النظام ظهر لأول مرة استقطاب منافس لولاية الفقيه، يعني زمرة المدافعين عن خامنئي اعتراها الانشقاق والانقسام إلى حد كبير. وهذا يعني أن المحور الذي كان من المفروض أن يحرس النظام أمام الاضطرابات والعواصف، ها هو نفسه أصيب بالارتعاش والاهتزاز. وكذلك بات بيت ولاية الفقيه متهدما من الأساس، وتقول الأرض والسماء إن هذا النظام البالي قد وصل إلى نهايته. أيها الحضور الكرام، لقد حوصر نظام الملالي اليوم بين ثلاثة حروب في المنطقة، لا مهرب له إلى الأمام ولا إلى الخلف، إذا ورد ولا صدر. وهنا يمكن مشاهدة ما آل إليه تعاظم ولاية الفقيه في المنطقة كفقاعات هوائية. ففي سوريا بات ينهار البيت الذي بناه الملالي على الرمال المتحركة، مع أن نظام الملالي قد أنفق سنوياً مليارات الدولارات لإبقاء الأسد على السلطة، إلا أن الطاغية في سوريا بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة،
ونأمل أن يتم محاكمة خامنئي بجانب بشار الأسد في محكمة الجنايات الدولية غداة الانتصار لارتكابهما جرائم حرب وارتكاب المجازر بحق 300 ألف من الشعب السوري رجالاً ونساءً وأطفالاً. وفي العراق فقد خسر نظام الملالي الحكومة الصنيعة له أي حكومة المالكي، وكان هذا بداية أفول النظام ليس في العراق فحسب وإنما في المنطقة بأسرها، بيد أنه وبتدخلات فيلق القدس وبذريعة محاربة داعش يرتكب الجريمة ضد الإنسانية بحق أهل السنة ويحاول يائساً أن يعيد الأمور إلى سابق عهدها. وفي اليمن أراد خامنئي الاستيلاء على هذا البلد لكي يحصل على موقع أعلى في المفاوضات النووية في خصم أزمات المنطقة، إلا أنه أثار ضد نفسه أكبر تحالف إقليمي لدول المنطقة. أما الآن حالما يسقط بشار الأسد أو حينما تتفوض صفوف قواته في العراق أو في اليمن، فستنهار جبهة النظام في الشرق الأوسط برمتها. ولا يطيق النظام التقدم في هذه الحروب الثلاثة والانسحاب من الحروب الثلاثة يؤدي إلى انهيار النظام. إذن هذا المأزق أيضا هو يدل على حتمية سقوط ولاية الفقيه. اليوم يصرح السياسيون الغربيون والعالم العربي أن داعش وبشاراً هما وجهان لعملة واحدة، وإنني أضيف إلى ذلك أن الخليفة الرئيسي في طهران هو عراب كليهما. الواقع هو أن داعش هي حصيلة الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد والمالكي بأمر من خامنئي. إذن نقول للدول الغربية لا تشاركوا في جبهة هذا النظام، لا تتعاونوا في العراق مع قوات الحرس وميليشيات هذا النظام المسمات بالشيعة، وهم أخطر بمئة مرة من داعش. الحل في العراق يكمن في طرد قوات النظام وإشراك السنة في السلطة وتسليح عشائر السنة. والحل في سوريا يكمن في طرد قوات النظام منها ومساندة الشعب السوري في إسقاط ديكتاتورية الأسد. والحل في اليمن يكمن في الوقوف بوجه هذا النظام حيث بدأه التحالف العربي، ويجب مواصلته حتى اقتلاع جذوره من المنطقة. نعم، الحل يكمن في قطع دابر هذا النظام من المنطقة بأسرها وإسقاط خليفة التطرف والإرهاب الحاكم في إيران. الأصدقاء الأعزاء
الحضور الكرام. عندما تكتمل شروط الاستعداد الاجتماعي للتغيير، لا عامل أكثر حيوية من وجود حركة منظمة، وسبب خوف الملال من مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والسعي للقضاء عليهم يعود سببه إلى هذا الواقع. الملالي يرون دوما في وجود مجاهدي خلق في العراق خطرا يهدد سلطتهم، لأنهم القوى الرائدة في المعركة ضد الفاشية الدينية، ولأن مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هما الذين رفعوا راية السلام بوجه خميني وإصراره على مواصلة الحرب، ولأن مجاهدي خلق هما الذين أسسوا جيش التحرير الوطني، ولأن مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هما الذين دحروا مؤامرات النظام والمتعاونين معه من المساومين بانتصارهم في أكثر من 20 محكمة في أمريكا وكندا وأوروبا وبريطانيا في إبطال صفة الإرهاب الملصقة بهم زورا، وهم الذين أنهوا الملف القضائي المفتوح لمدة 15 عاما في فرنسا وكرسوا حق الشعب الإيراني في تغيير هذا النظام. أيها الأصدقاء الأعزاء، في غضون 3 عقود مضت كرس الملالي جل اهتمامهم وأكثر من أي عمل آخر للإجهاض على هذه الحركة، بدءا من ارتكاب المجزرة بحق 30,000 من السجناء السياسيين وتوجيه آلاف التهم وحبك المؤامرات ومحاولات التشهير خاصة ضد قائد المقاومة، وإطلاق 1,000 صاروخ في عام 2001 على قواعد مجاهدي خلق وجيش التحرير. وكلنا يتذكر أن النظام شن حملة على الأشرفيين تمهيداً لقمع الانتفاضات في عام 2009، كما أن خامنئي وغداة هزيمته في مهزلة الانتخابات الرئاسية قصف ليبرتي بالصواريخ. وفي العام 2013 وعندما كان بصدد توقيع الاتفاق النووي ارتكب في الخطوة الأولى مجزرة في أشرف. إن المطلب الحقيقي للملالي فيما يخص المجاهدين الأشرفين هو إما القضاء عليهم أو تسليمهم إلى سلطة الملالي، ولهذا السبب يضعون عراقيل حتى في مسار عملية نقلهم إلى خارج العراق. من جانب آخر، وقفت أمريكا والأمم المتحدة عملياً وبخرقهما المعاهدات الدولية وتعهدهما الخطى بشأن المجاهدين الأشرفين بجانب الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. إنني هنا أدعو مرة أخرى أمريكا والأمم المتحدة في اتخاذ خطوة عاجلة لحماية مجاهدي ليبرتي وإنهاء الحصار الطبي واللوجستي وعدم السماح لجعل مخيم ليبرتي سجنا لسكانه. وإذا كانت أمريكا لا تضمن حماية مجاهدي خلق من قوات القدس الإرهابية، فعليها أن تعيد على الأقل قسما من أسلحتهم الانفرادية لهم للحماية والدفاع عن أنفسهم. أيها الأصدقاء الأعزاء، التغيير في إيران في متناول اليد، لأنه علاوة على احتراء النظام واستعداد الشارع الإيراني فإن طريق كفاحه أصبح معداً، وهذا هو الطريق الذي فتحه مسعود. هذا عمل خطير يتولاه قائد المقاومة مسعود.
زندان شاه آمد پرسید هو الذي تساءل يوم خروجه من سجن الشاه وهل يمكن تكبيل شعب إلى الأبد وتواصلا لتحقيق هذه القضية. أقام حركة تقود تاريخ إيران نحو الحرية. نعم، منذ انتفاضة 20 من حزيران عام 1981 وتأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وجيش التحرير الوطني وإلى مدينة أشرف وليبرتي، تشكل هذه المحطات كلها حجر الأساس الذي أرساها من أجل تحرير إيران. وفي يومه كان يقول آية الله طالقني إن المستجوبين ضباط سافك الشاه في سجن إيفين، كانوا يخافون من اسم مسعود رجوي. والآن الملالي الحاكمون في إيران وحلفائهم كذلك يخافون من اسمه ومن رسالاته، لأنه جعل من كلمة السقوط المحظورة حركة جبارة، ووضعت نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين في طريق مسدود. إنه علم الجيل الرائد في إيران بأنه في مواجهة بشاعة ولاية الفقيه، القضية هي الإيمان والصدق والتضحية، هي الجوهرة الوحيدة التي تبقى ناشطة في النضال ضد ولاية الفقيه. ومجاهدي خلق الإيرانية التي تعيش هذا العام عامها 50، يعرف وجودها ونضالها وأفكارها بتمسكها بقضيتها النضالية، أي النضال من أجل القضية دون التطلع إلى ثمراتها لأنفسهم. التمسك بالقضية هو البقاء كالطود الشامخ والرافض كالنهر، ورفع راية الحرية بقوة في معاليها في أي ابتلاء وعاصفة دون هوادة وبلا وجل. من دفع الثمن في كل الأوقات، وهذه هي طريقة التجديف التي تقود سفينة الحرية إلى بر الأمان. من محمد حنيف النجادي المؤسس وأصحابه إلى الشاب الذي التحق بالأمس إلى صفوفنا، من رجال مؤمنين بقضية المساواة إلى 1000 امرأة رائدات في المجلس المركزي لمجاهدي خلق، كلهم طريقهم ومسلكهم ونهجهم هو التفاني واحتساب العمل دون أجر، لأنهم تابعون لمدرسة كانت دليل عمل للرواد. وأئمة الحرية منذ فجر التاريخ ولحد يومنا هذا، أي تقبل عهد متجدد واعتناق إيمان بأن هذا العالم هو عالم التغيير، عالم الأقدار. وبهذه القضية، بهذه القضية وبهذا الإيمان، إننا نجهد من أجل بناء مجتمع حر وديمقراطي. قبل قرن كان مجاهدو الدستور المشروطة يجهدون من أجل العدالة والحرية والمساواة والاتحاد، ثم انتفض مصدق الكبير وقال المقصود
هو أن يشارك الناس في خير الأمور وشرها، وأن يقروا مصائرهم بأنفسهم. ثم جاء دور فدائي خلق ومجاهدي خلق والرواد الآخرين في النضال ليشقوا طريق إسقاط الدكتاتورية السابقة. وها هي المقاومة برزت بكوكبة من الشهداء، بدءا من أشرف وموسى وإلى صديق وندى وزهرة وكيتي، لانتخاب حر لأبناء الشعب الإيراني. إننا أعلنا النظام الاستبدادي الحاكم نظاما باطلا. إننا أعلنا فرض الدين قسرا وقمع النساء أمران باطلان. إننا أعلنا دستور ولاية الفقيه أمرا باطلا. دستورنا هو الحرية والديمقراطية والمساواة. دستورنا ليس في مقررات مجلس خبراء الجريمة، وإنما هو المبادئ المحفورة اليوم في قلب كل إيراني، وستكتب غدا على أيدي المؤسسين المنتخبين من قبل الشعب. أساس هذا القانون هو جمهورية حرة متسامحة ومتقدمة، قائمة على التعددية وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، والمساهمة الفعالة والمتكافئة للنساء في القيادات السياسية للمجتمع. مبادئنا هي المساواة بين حقوق الطوائف والأقليات الدينية ومجتمع عار على التعذيب والإعدام. والآن أيها المواطنون الأعزاء المجتمعون هنا، وأنتم يا أبناء بلدي من تسمعون صوتي في أرجاء إيران وفي أي مكان في العالم، هل أنتم مستعدون وجاهزون من أجل توسيع دائرة المعركة؟ من أجل تحرير إيران وإسقاط نظام ولاية الفقيه؟ تحية لكم ولترديدكم حاضرا. نعم، لتنفيذ هذه المسؤولية الخطيرة ومن أجل تحقيق مستقبل زاهر. إننا نشهد أمام التاريخ وأمام الشعب الإيراني ونقول نعم نعم، وكلنا على أهبة الاستعداد.
تجاوزنا نصف قرن من المعركة ضد نظامين دكتاتوريين بالأمل والإيمان والحرية، وها نحن ماضون إلى الأمام بأمل مضاعف مئات المرات عما كان سابقا، حتى تتربع الحرية والديمقراطية على عرش السلطة في إيران. نعم نعم، يمكن كسر السلاسل والأغلال، ويرفض مثل النهر باتجاه البحار، وبالمستطاع وبالتمسك بقضية ساطعة يمكن تبديد ستار الظلام، وبالمستطاع ويجب بصوت واحد نتغنى كل لحظة من أجل تحرير إيران. والمستقبل لكم دون أدنى شك، فالتحية لكم ولنضالكم بمئات التحية. أتمنى لكم التوفيق والنجاح.